السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم محاضرة الثالثة في سلسلة محاضرات Digestive System and Nutrition. وصلنا بمحاضراتنا إلى Large Intestine، الجزء الأخير من GIT Tract. Large Intestine هي النقيض للSmall Intestine. Small Intestine diameter wider، sorry smaller، هي تقريبا 2.5 سنتيم، زين، بينما Large Intestine 6.5 سنتيم. اللينكث السمول انتست تقريبا 6.5 متر، اللارج انتستين يدوب متر ونص. اجزاء اللارج انتستين هي السيكم، الكولون، الركتم اند الانال كنال. هذه هي عندنا هذا السيكم الجزء الاول، اوكي. السيكم يتصل مع السمول انتستين، وشنو يتصل به؟ يتصل به هذا الابندكس اللي هي بريفوم، زين، appendix يعني زائد الدودية، الفيريفوم معناها warm like، اوكي. لما شنو فائدة هذا appendix؟ فائدة ان هو protect the body against infection، لان يحتوي على lymphatic tissue، فهو defense mechanism، اوكي. لكن ممكن يصير بي obstruction لل opening مالته، ممكن يصير inflammation، bacterial infection، ويصير بهالحالة appendicitis. فالحالة لازم اشيله، يا اما عاجة، يا اما اعطي antibiotic، يا اما اشيله بعملية، اوكي. وهذا السيك. بعد السيكم شنو يجي؟ يجي عندنا الكولون. الكولون راح يتقسم الى 3 أو 4 أجزاء. ال ascending colon to the right side، اوكي، ينتهي يمل هذه الهيباتيك فليكتشر مالته، ينتهي يمل الليبر. ال transverse colon اللي يمتد across the abdomen على طول الارض البطن، زين، و ال descending colon، زين، اللي هو on the left side، اوكي، يبدو من السبلينج فليكتشر من منطقة السبلين وينزل داونورد. بعدين يجينا السيجمويد كولون اللي راح يدخل بالركتم. الركتم هو تقريبا آخر 10-20 سنتيم من الجي اي اللارج انتستين، وبعد الركتم راح تجينا الانال كنال. هذه جينا على السيكم والابندكس، الكولون وأجزاء أجزائه، زين. قلنا الركتم هو لاست 20 سنتيمتر اوف ذا لارج انتستين، و شوف وين الان مالته ات ذا انس، اوكي. بالانس ديفيكيشن، زين، اللي يصير يعني بالركتم يكون مكان ديفيكيشن، زين. شنو الفانكشن اوف ذا لارج انتستين؟ ذا لارج انتستين دازنت برودوس اني دايجستيف انزايم، ما بيها دايجستيف انزايم، يعني ما تصير بيها عمليه هضم، ودزنت ابزورب اني نيوترنت، ولا تمتص بها المواد الغذائيه، فبالتالي ما يصير بها اي امتصاص للمواد الغذائيه. اذا لا تمتص مواد غذائيه ولا تهضم الغذاء. لعشان وظيفتها، الفانكشن اوف ذا لارج انتستين از تو ابزورب ووتر، اوكي، ان امبورتنت بروسيس تو بريفنت ديهايدريشن اوف ذا بودي اند مينتين هوميوستاسيس. اذا الوظيفه اللارج انتستين هي امتصاص المي الزائد اللي يجي وذله في كل محتاجه، فتحافظ على الجسم من الجفاف. زين، اللارج انتستين ابزورب فيتامينز برودوس باي ذا انتستينال فلورا. باللارج انتستين اكو انتستينال فلورا. شنو هي يعني انتستينال فلورا؟ يعني البكتيريا ذات انهبيت ذا انهبيتيت او انهبيت ذا انتستين اند ايد ان كيبينج اس هيلث. الانتستينال فلورا هي البكتيريا اللي غير مضره بالجسم، بس عايشة معنا بجسمنا، وتكون ذات فائدة للجسم، مو سبب التهاب وانفكشن، وإنما هي بكتيريا مفيدة للجسم. هاي البكتيريا اللي موجودة باللارج انتستين تاخذ المواد اللي هي تكون indigestible material وتسوي لها break down، تحطمها. شو تحصل لنا منها؟ تحصل لنا البي بلكس فيتامينز، مجموعة من الفيتامينات تصح للبي بلكس، زين، أو البي كومبلكس، وتحصلنا الفيتامين دي اللي يحتاجه جسم له بعملية الكلوتينج. بعد شنو الوظيفة اللارج انتستين؟ وظيفة اللارج انتستين هي formation of feces، اوكي. الفود الاندايجستبل ماتريال راح تدخل للارج انتستين، راح يصير البروسيسنج مالتها، وراح تتحول الى feces. خوش، شنو مكونات الفيسز؟ الفيسز مكونات اول شيء ووتر اللي هو معظم، زين، الموجود بمكوناته. وبعدين شنو يجي؟ يجي بكتيريا دايتري فايبر اللي تكون indigestible remains اللي باقية ما غير قابلة للهضم، زين، و other indigestible material،
اوكي اذا indigestible material indigestible fibers وبكتيريا زين ذولا شنو ذولا ذولا يسمون الفيسز بالاضافة الى الواتر bacterial action on indigestible materials cause the odor of the feces and account for the presence of it. فالبكتيريا اللي هي normal flora موجودة باللارج انتستين تشتغل على الانجازستبل ماتريال الموجودة وهي سبب هذه الريحة والغازات اللي تصير بسبب action of bacteria or the indigestible material. عندنا الستيركوبيلين الستيركوبيلين هو شنو هو break down product of bilirubin. البيلروبين هو شنو؟ البيلروبين هو البريك داون برودكت او هيموغلوبين. اذا الهيموغلوبين يتحول بالبريك داون يتحول يعطينا بيلروبين. بيلروبين من يسوي له بريك داون يعطينا الستيركوبيلين. الستيركوبيلين اللي هو يلو اورنج بايل بيجمنت برودوس فروم ذا بريك داون اوف هيموغلوبين اضافه للاكسيدايزد ايرون هن اللي يعطي الستول ذا براون كلر. زين ديفيكيشن ديفيكيشن يعني رايدنج ذا بودي اوف فيسز تخليص الجسم من feces is also a function of the large intestine. هم من وظائف ال large intestine هي defecation. إذا formation of feces, defecation, زين, absorption of water, زين, بعدين absorption of vitamins produced by the action of bacteria. أوكي, كل هاي وظائف ال large intestine. الوظيفة اللي هسه نحكي عنها هي defecation, riding the body of feces. هو also a function of the large intestine. يقول peristalsis occurs infrequently in the large intestine. Okay, but when it does, feces are forced into the rectum. إذن peristalsis حركة الأمعاء تصير بصورة غير مستمرة زين ولا باللارج انتستين، لكن متى ما صارت راح تدفع هاي الفيكال ماتريال توديها للركتم. بعدين تتجمع بالركتم until it is appropriate to defecate. لحد مكان وقت الديفيكيشن. زين اذا صارت عندنا desire to defecate نقدر نسوي inhibition نمنعها اي a person can inhibit defecation by contraction the external anus sphincter which is skeletal muscle يعني شنو يعني voluntary muscle شنو disorders اللي ممكن تصير باللارج انتستين اولا الدياري الدياري characterized by bowel movements that are loose or watery يعني الابدومن زين bowel movement يعني الفيسز اللي تطلع تكون watery زين او loose الميجر كوز مال الدياري هي انفكشن باللون سانا تراك وتحفز النيرفس سيستم ميكانيزم معين ثاني ديس اوردر ممكن يصير بالكونستيبيشن الكونستيبيشن هو انه يكون الفيسز دراي اند هارد بهالحالة difficult for them to be expelled صعب انه تطلع شنو اسباب الكونستيبيشن الكونستيبيشن اسباب انه دايت ذات لاك هول جرين فودز as well as ignoring the urge to defecate زين يعني الطعام اللي ما اللي شنو اللي بي اللي ينتقص للأف اللي يفتقر العفو للفايبرز الفايبرز مين ناخذها من الهول جرين زين بعد ignoring the urge to defecate يعني شخص مرات عنده urge to for defecation زين ولازم يروح للتويليت لكن هو شنو هو يمنع هذا الديزاير او الارجنت نيد زين ياخرها لسبب ما فهاي بالاخير راح يسوي constipation الكرون كونستيبيشن اذا صار ممكن يسوي لي هيمورويد شنو يعني هيمورويد الهيمورويد هي فد بلد فيزلز لارج اند انفلامد تكون ات ذا انس بعد عندنا الدايفرتيكولوسيس دايفرتيكولوسيس هو الاكرنس اوف ليتل باوتشز اوف ميوكوزا وير فود كان كولكت اذا تتكون مثل جيوب داخل الميوكوزا ويجمع داخلها الطعام هاي الباوتشز فورم وين ذا ميوكوزا بوش through the weak spots in the muscularis. أكو مناطق تكون ضعيفة بداخل المسكولاريس فتندفع الميوكوزا خلال جدار الأمعاء. زين فيسوينا الدايفرتيكولوسيس. زين أكثر مكان يصير بيه دايفرتيكولوسيس هو last part of the descending colon آخر جزء بالdescending colon. بعد شنو disorders اللي يصير باللارج انتسن إن الرتبل باول سيندروم. الرتبل باول سيندروم أو صحيح الاسباستيك كولون القولون العصبي. is a condition in which the muscularis contract powerfully but without its normal coordination اذا شو يصير بالقولون العصبي او التهيج القولون او الرتبل باول سيندروم انه الماسكولاريس لير يصير فيها كونتراكشن وبقوه شديده بدون تنسيق وبصوره غير طبيعيه الاعراض اللي يجي بها البيشنت عنده الرتبل باول سيندروم اول شيء ابدومينال كرامبس
مرض بالمعدة، gases غازات، constipation زين، urge explosive stool زين، urgent زين. إذا symptoms affordable هي شنو؟ abdominal cramps، gases، constipation، urgent، explosive stools. يجي عنده ألم بطنه، يجي عنده دائما غازات، يجي دائما عنده امساك، ممكن حتى اسهال يجي عنده زين. بعد الانفلاماتوري باول ديزيز، الانفلاماتوري باول ديزيز هو كولكتيف تيرم فور نمبر اوف انفلاماتوري ديز اوردر، منها الالسيتيف كوليتس والكرون. عندنا البوليبس اند كانسر، الكولون از سبجكتد تو ذا ديفلوبمنت اوف بوليب، ممكن يصير بوليبس بالكولون. هو شنو هذا البوليب؟ هو عباره عن سمول جروث ارايزنج فروم ذا ابيثيليال لاين. اذا الابيثيليا مال كولون تسوي لنا سمول ارت جروث من صحله بوليب. البوليب سواء بناين او مالجنت ممكن عادي سيرجيكال. زين شنو الكولونوسكوب؟ شنو هذا المصطلح؟ الكولونوسكوب فليكسبل تيوب يحتوي كاميرا، يدخل للجي اي تي عادة عن طريق الانس. بهذا الكولونوسكوب يفحص اللينكس اوف ذا كولون، الميوكوزا، اذا اكو اني ابنورمالتي، ممكن حتى ياخذ اذا شاف مكان مشكوك فيه مو زين لو شيء ياخذ من عنده بايوبسي عينه على مود يسوي له انديشنال تيست، فحوصات اخرى. زين هسه خلصنا هذه المحاضرتين ونص تقريبا الجي اي تي، نجي هسه على نيوتريشن اند ويت كنترول. شنو يعني اوبستي؟ اوبستي هي having a body mass index of 30 or greater، البودي ماس اندكس يكون 30 او اكبر. البودي ماس اندكس يوز ا بيرسونز هايت اند ويت to calculate a general approximation of his or her percent body fat. إذا البودي ماس اندكس يستخدم طول ووزن الشخص على مود يحسب صورة تقريبية ايش قد اكو بجسمه فات. ينحسب هو البودي ماس اندكس بالمتر. زين إذا حسبناه بالمتر راح أقسم وزن الشخص على مربع طوله بالمتر، أحصل body mass index. هذا الـ values of the body mass index، إذا كان 18.5 إلى 24.9 بالعشرة هذا healthy weight، إذا لا من 25 إلى 29.9 يعتبر overweight، أدي زيادة بالوزن. إذا فوق 30 إلى 39 هذا يعتبر obese، يعني أدي سمنة. الإكستريملي أوبيس نصحها موربيد أوبيسيتي عادة البودي ماس إندكس مالت 40 أو أكثر. Your body mass index gives you idea of how much of your weight is due to adipose tissue which is known as ال body mass index يعطينا فكرة قد من وزننا هو عبارة هو فات، قد من وزننا هي دهون. زين يقول لأنه أنت إذا قست وزنك وطلع عالي ممكن أنت تكون شنو؟ انت تكون طويل، كل ما كنت طويل اكيد راح يكون وزنك عالي، مو معناها انت سمين، لا وزنك كثير لانه انت طويل. فلما اخذ بدي ماس اندكس انا هعرف اسوي نسبة بين الوزن والطول، بهالحالة راح اعرف اذا كان ضمن النورمال معناها عنده كمية فات طبيعية، اذا كان ضمن الرينج العالي معناها عنده زيادة بالفات. اذا يقول هسه the taller you are more you could weight why without is being due to fat، اذا كل ما طولك زاد معناها وزنك اكثر، لكن اذا اخذت body mass index مالتك ممكن يكون طبيعي. زين body mass index يعتبر كجنرال جايد، ما يعطيني فكره على الفتنس اللياقه البدنيه ولا البون ستراكشر تركيبه العظام، ولا يعطيني اميز بين الجندر ميل او فيميل، ماكو شيء، هو بس جايد عام، اذا كان ضمن الطبيعي معناها عندك فات ضمن الطبيعي. زين مثلا هسه عندي الويت ليفترز البودي ماس اندكس مالتهم فول ان اوبيس رينج، ممكن يكون قيمته عاليه كانما يبين انه اوبيس، لكن هذه الزياده او هذه القيمه سببها مو زياده الفات وانما زياده المصل ويت، وزياده بمن زياده بالبون وبالمصل مو زياده بالفات. زين بيك سيجنيفيكنتلي اوفر ويت become more of the greatest health problems، مشكلة صحية. ليش؟ لأن excess body fat زيادة الشحوم بالجسم associated with high risk of premature death, type 2 diabetes mellitus,
زين هايبرتنشن، كارديوفاسكولار ديزيز، ستروك، جول بلادر ديزيز، سبارتاي ديسفانكشن، اوستيوارثرايتس، اند سيرتين تايبس اوف كانسر. اذا هسه الاوبستي مشكله ليش؟ لانه ممكن يسبب امراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، سكر، زين سوفان المفاصل، سرطان، فشل تنفس، امراض المرارة، كل هذا يسببها الاوبستي. ذاتها هي فد شنو؟ فد greatest health problem. زين achieving or maintaining healthy weight require not only eating variety of healthy food but also exercise. على مود نحصل الوزن اللي هو يكون healthy وصحي، مو لازم انا بس اقلل اكلي وانما اكون active. اوكي اكون active اسوي exercise. هسه نجي للكلاسز اوف النيوترينت، اقسام المواد الغذائيه اللي احنا نتناول. يقول ان النيوترينت can be defined as a required component of food that performs a physiological function in the body. اذا هي كميه المواد الغذائيه اللي يحتاج الجسم على مود يؤدي وظائفه. النيوترينت provide us with energy، تعطينا طاقه وتسهل عمليه الجروث والنمو. زين ونفس الوقت التحكم بعمليه سيل cellular metabolism الأيض الخلوي. نجي أول كلاس من النيوترينت الكربوهيدرات أو السكريات. الكربوهيدرات نوعين، ممكن تكون سمبل بصحيح شجر مثل الجلوكوز، ممكن تكون كومبلكس متكونة من اتحاد 2 شجر يونت أورمو، هاي صحيح كومبلكس. إذا لا سينجل شجر يونت صحيحها سمبل مثل الجلوكوز. زين الكومبلكس مثلا عندنا اللاكتوز هو يتكون من 2 جلوكوز مولكول. زين البودي سيل يستخدم فاتي أسيد أز إنرجي سورس، لكن زين البرين شو يستخدم؟ يستخدم الجلوكوز. إذا الجلوكوز مهم جدا للجسم، ليش؟ لأن البرين ما ياخذ الطاقة من الفات وإنما ياخذها من الجلوكوز. فلذلك واحد إذا صار عنده هيبوغلايسيميا وانخفض السكر بالدم ممكن يصير عنده إغماء، ممكن يصير ضعف بالتركيز، ممكن يصير عنده فتيك. زين بليرد فيجن ليش؟ لانه البرين ما قاعد ياخذ كفايته من الجلوكوز وبالتالي ما ياخذ كفايته من الطاقه. زين يقول ريفايند جرينز شود بي مينيمال، ها الحبوب اللي احنا نقول لك الحين صفر مثلا المعالجه اللي شايلين معها قشورها هاي لازم نتجنبها. ليش؟ لانه مضره. زين ليش؟ لانه بعمليه الريفاينمنت يشيلون الفايبر ويشيلون الفيتامينز والمينرالز وبقوه بس ستارش، بقوه بس نشا. زين بينما عندنا السورس اوف كومبلكس كربوهيدرات مثل ايش؟ مثل البينز والبيز النات فروت هول جرين برودكتس، كلها هذه هي نستخدمها كجود فود. يعني الريفاين جرينز لازم نتجنبها ونستخدم ناكل مكسرات فاصوليا البازاليا. زين الهول جرين يعني الحبوب بدون ما نشيل القشر مالتها، الفواكه كلها هاي تعتبرها جود سورس اوف كومبلكس كربوهيدرات. زين عندنا الانسوليبل فايبرز اللي موجوده بالنون ريفايند فود. زين هي اد بلك تو ذا فيكال ماتيريال وبالتالي ستيميليت موفمنت اوف ذا لارج انتستين اند بريفنت كانسر. هاي الفايبرز الموجوده بالطعام اللي تنشال بعمليه الريفاينمنت مهمه لي الباول موفمنت بس لارج انتستين على مود تمنع الكونستيبيشن. هاي السوليبل الانسوليبل فايبر. زين اذا كانت الفايبر بالفود هي سوليبل في الحالة راح تتحد مع البال والكوليسترول بالسمول انتستين وبريفنت ذير ابزوربشن. زين هل الكربوهيدرات مضرة؟ يقول الفود with refined carbohydrate are said to be to have a high glycemic index. عدة الجلايسيميك اندكس مالته عالي. زين إذا كان refined carbohydrate ليش؟ لأنه ذول refined carbohydrate quickly increase the blood glucose، أول ما تاكله يشوت الجلوكوز يعلى. زين يصير shooting بال blood glucose level. زين فمعناها عندهم high glycemic index. زين لما يزداد ال blood glucose level rapidly البنكرياس produce overload of insulin، راح يزود إنتاج الأنسولين على مود يقلل هذا البلد. إذا العملية هاي كرونيكلي يعني دائما ناكل إحنا فود وذ هاي جلايسيميك إندكس لازم أتجنبها. راح ليش؟ لأن الأنسولين راح يبقى البنكرياس راح يفقد كميات عالية من الأنسولين لحد ما صعدنا بودي ريزيستنس للأنسولين وصعدنا تايب 2 دايابيتس ميلتس. زين وبعد غير إنه يصير تايب 2 دايابيتس ميلتس يصير عندنا شنو زيادة بالفات ديبوزيشن. إذا كنا هواي سكريات
راح يصير عندنا زيادة في الفات ديبوزيشن، وبالتالي ممكن يصير عندنا coronary heart disease و liver ailment و several types of cancer. ثاني class of the nutrient هو البروتين. الدايتري بروتينز اللي ناكلها بالطعام راح نسويها digestion، راح تصير بي digested into amino acid. الامينو اسيد اللي نتجت من الدايتري بروتين استخدمها عند صنع بروتين جديد اسمه cellular protein، بروتينات الخلية. انا اخذ دايتري بروتين احول امينو اسيد، والامينو اسيد الناتج اسوي له cellular protein. عندنا 20 different امينو اسيد تقريبا، 8 من عندهم صحيهم essential امينو اسيد. ليش صحيهم essential؟ لان لازم موجودات في الطعام، الجسم ما يقدر يصنعهم. اكثر مكان او اكثر سورس مضبوط ويحتوي كل الاستنشال امينو اسيد هم الانيمال بروتين، البروتينات اللي سببها الانيمال فود، الطعام اللي جاي من مصدر حيواني ويحتوي على كل الاستنشال امينو اسيد. نصحي لها كومبليت او هاي كواليتي بروتين سورس. الانيمال فود يعتبر كومبليت او هاي كواليتي بروتين سورس، بينما اللقم اللي هي البقوليات مثل الفاصوليا والبزارية و other type of vegetables تحتوي الاسنشال امينو اسيد لكن مو كلهم، ما تحويهم كلهم، فبالتالي صحنا incomplete source of carbohydrate. وبهالحالة لازم ناكل احنا اكثر نوع من البقوليات على مود اللي نعوض النقص اللي صار بالاسنشال امينو اسيد بواحد من انواع البقوليات. زين، اذا ماكو واحد من الامينو اسيد ممكن يمنعنا نستفاد من بقية الامينو اسيد العشرين بقية. زين، اذا absence of one essential amino acid يمنع انه انا استفاد من بقيه 19 amino acid البقيه. زين، daily supply of essential amino acid is needed because they are not stored in the body unlike the other amino acid which can be stored as a protein. اذا هاي الاستنشال امينو اسيد اول شيء جسمي يقدر يصنعها، فلازم اخذها بالطعام. اذا اكلت طعام حيواني هذا معناها فول أو كومبليت سورس، بينما النبات الطعام النباتي لازم نسوي ميكسينج بأكثر من نوع عشان نحصل على كل الاسنشال امينو اسيد. إذا واحد من الاسنشال امينو اسيد مو موجودة 19 امينو اسيد البقايا الامينو اسيد البقية ما حقدر استفاد منها. بعد شغلة شنية إنه الامينو اسيد لازم ديلي صبلها يوميا آكل. ليش؟ لأنه هاي الاسنشال امينو اسيد ما راح تنخزن بالجسم واستخدمها وقت ما احتاج، بينما بقية الامينو اسيد اللي هي نون اسنشال امينو اسيد من آكلها تنخزن كبروتين، ومن احتاجها اسوي لها ميتابوليزم واحولها الى امينو اسيد وارجع استخدمها. هل البروتينات مضره؟ يقول the liver remove the nitrogen containing compound from the amino acid. الامينو اسيد واحده من مكوناتها هو النيتروجين. الليفر شنو شغلته لما يسوي بريك داون الامينو اسيد؟ راح ياخذ هذا النيتروجين يحوله يوريا، واليوريا راح يطرحها خارج الجسم عن طريق الكلى. زين، فيخلصنا من التوكسيك نيتروجين اللي مضر للجسم. لكن إذا أكلنا large amount of this protein زين راح أحتاج large amount of water زين to excrete the urea that result from metabolism of protein. زين، إحنا مو نحول البروتينات بالليفر إلى الأمينو أسيد بالدايجستن عفوا مال تريبسين يحول البروتين الى امينو اسيد. الامينو اسيد راح يصير لها بريك داون تعطيني النيتروجين، النيتروجين راح يتحول الى يوريا، على مود اطرح اليوريا احتاج الى لارج اماونت اوف ووتر. هذا الووتر اذا استخدمته على مود طرح اليوريا راح يسوي لي ديهايدريشن. خوش، فالهاي بروتين دايت اللي خصوصا اللي هم سببهم انيمال بروتين جايين من انيمال سورس زين، راح بعد شو يسوون؟ يزودون الكالسيوم لوس اند كيدني، وهذا الكالسيوم لوس ممكن يأثر على العظام زين، وممكن يسوي ستون ان ذا كيد. زين، هسه اخر شيء الليبيدز، الدهون، الفات، الاويل، الكوليسترول كلها ليبيد. زين، الفات، الدهون، الاويل، الزيت، والكوليسترول كلها ليبيد. عندنا الساتوريتد فات، الدهون المشبعه تكون سولد ات روم تمبرتشر يوجوالي فروم انيمال سورس. اذا الدهون المشبعه اللي هي تكون سولد ات روم تمبرتشر عاده تكون ذات مصدر حيواني، ما عدا الاكسبشن هو الكوكونات اويل، زيت جوز الهند، والبام اويل اللي هو زيت النخيل. ذني هن مصدره النباتي لكن نفس الوقت يكون صود ات روم تمبرتشر. زين، البوتر والفات اللي اسوشيتد ويز ميت زين كونتين ساتوريتد فات، فالزبده الحيوانيه
والشحوم الموجودة على اللحم كلها هاي saturated fats، دهون مشبعة. زين الزيت الأويل شنو يحتوي؟ يحتوي unsaturated fatty acid. Do not promote cardiovascular disease. فالأويل يكون أقل ضرر من الفات، لأن الفات تحتوي saturated fatty acid تأثر على مسوينا cardiovascular disease. الأويل لا، يحتوي unsaturated fatty acid، وبهالحالة يقلل الريسك of cardiovascular disease. عندنا الكورن أويل زيت الذرة يكون شبيه بولي unsaturated fatty acid، يحتوي على دهون متعددة لكن غير مشبعة. هو طبعا الدهون الغير مشبعة هي المفيدة للجسم. زين بولي unsaturated oil are the only type of fat that contain linoleic واللينولينيك acid، two fatty acid the body cannot make. يعني شنو يعني essential fatty acid؟ زين فهسه المصادر الحيوانية عادة تكون saturated وصارت at room temperature، ما عدا الزيت الجوز الهند وزيت النخيل، ذن هن نباتيات وبنفس الوقت صولداتهم. الزبد والدهن الموجود ويا اللحم ذن كلهن شنو ساتوريتد فاتي اسيد تكون هارمفول. بينما الاويل زين هو ما يسوي كارديوفاسكولار ديزيز، يحتوي ان ساتوريتد فاتي اسيد. زين مثل ليش عندنا الاويل، عندنا الكورن اويل زيت الذرة يكون هايلي هاي بولي ان ساتوريتد فاتي اسيد. زين عندنا البولي ان ساتوريتد اويل are the only type of fat that contain linoleic واللينولينيك acid. زين هذا البولي انساتشوريتد اويل الزيت اللي اللي يكون انساتشوريتد الفات بي انساتشوريتد يكون مصدر لل linoleic واللينولينيك acids اللي هن essential fatty acids الجسم ما يقدر يصنعها من ذاك، لازم موجودات بالطعم. بعد شنو عندنا؟ عندنا الاوليف اويل زيت الزيتون هو شو يحتوي؟ يحتوي larger percentage of mono unsaturated fatty acid than other types of cooking oils. فالزيت الزيتون يحتوي على مونو unsaturated fatty acid زين نسبة عالية، بينما الكورن اويل يحتوي على بولي unsaturated fatty acid. زين عندنا الأوميجا 3 fatty acid دول مهمين for brain function و protection against heart disease. اوكي مفيدين. الفلاكسيد اللي هي شني اللي هي زيت الكتان يحتوي على الأوميجا 3 وذلك هو مهم. cold water fish الأسماك اللي جاية من المياه الباردة مثل السردين والسلمون وسمك التروت كلهم دول هم excellent source for omega 3. إذا الأوميجا 3 اللي مهمة for brain development and protect against heart diseases مصدرها الفلاكس سيد ومصدرها بعد شنو cold water fishes. زين عندنا الفات and oil contain many more calories per gram than the protein carbohydrate. فالواحد من ياكل فات يتوقع انه الكالوري اللي حيدخل للجسم اعلى مما لو اكل بروتين او اكل كربوهيدرات، لذلك اللي ياكل فات هو يسمن. هل الليبيد مضرة للجسم؟ يقول the risk for cardiovascular disease increased by diet high in saturated fat, acid and cholesterol. كل ما كان طعام غني بالكوليسترول والدهون المشبعة راح يزداد الكارديوفاسكولار ديزيز. ليش؟ لأنه الساتوريتد فات شو يسوي؟ يسوي لنا ليجن اسوشيت واثيروسكلوزز انسايد البلاد فاز. الساتوريتد فات راح يسوي لنا اثيروسكلوز. الاثيروسكلوزز هذا إذا اكو الفات عالي بالدم راح شو يصير عندنا؟ راح يصير عندنا اثيروسكلوز بلاك، راح يصير عندنا كتلة مال اثيروسكلوروسيس صلب شرايين. زين تقلل جريان الدم بالأوعاء بالأوعية الدموية اللي مثل blood flow زين through the blood vessels. زين الكوليسترول in the body is carried by two transporters. الكوليسترول بالدم يحمل نوعين من البروتين، النوع اللي هو high density lipoprotein والنوع الثاني اسمه low density lipoprotein. الكوليسترول that are transported by high density lipoprotein اللي نسميه good lipoprotein ends up in the liver where the cholesterol is metabolized. هناك بالليفر يصير في ميتابوليزم. الكوليسترول that are carried by LDL low density lipoprotein اللي هو bad lipoprotein ends up being deposited in the tissue، ينتهي اللي هو شنو ينخزن بالأنسجة. Atherosclerosis plaque form when the level of HDL are low and or when the level of LDL are high. إذا شو كنت تصير لنا atherosclerosis؟ لما الـ HDL قليل والـ LDL عالي. فشكرا جزيلا.